السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة. نقول لكم مساء الخير عليكم، نقول لكم إن شاء الله خياتي وشهم حوالكم، إن شاء الله تكونوا كامل بأحسن الأحوال. نوجه تحية كبيرة وخاصة للمشتركات الداعي سواء داخل الوطن ولا خارج الوطن، نقول لكم أهلا وسهلا بكم. بلا ما ننسى المشتركات تاوعنا جدد، وبلا ما ننسى تاني كيما مضارية دائما نقول لكم المشتركات بصمت اللي تبعونا بقلبهم ويحبونا بزاف بزاف، صح ما يخلوناش تعليقات. انا نوجه لكم تحيه كبيره وسلام كبير، نقول لكم ربي يحفظكم من كل سوء. نقول لكم حتى ولا ما راكوش تكتبوا لنا تعليقات، خليوا لنا هكذا دعوه من القلب في قلبكم، ماشي شرط تكتبوها في الكومنتير. انا نحترم كامل الاخوات الحسوه اللي تحب تخلي تعليق نقولها بارك الله فيك، واللي تاني ما كتبتش تعليق نقول لك بارك الله فيك. اليوم خياتي عندنا روتين متنوع، روتيننا هدايا الشتوي. على بالكم ليامات هكذايا اللي تكون تصب فيهم الشتا، نهار مول نهار، نهار طل هذيك الشميسه شغل نهبلوا، نحبوا كل حاجه نديروها، شغل ندفاو شويه ونستحلاو هذاك الشغل كي تكون هذيك الشميسه شويه طاله. المهم البارح كان تصب الشتا واليوم يتصب الشتا، هذا الروتين كنت صورته، راكو تسمعوا خياتي في ديك الشتا راهي الله يبارك، اللهم صيبا نافعا. حتى انا ما رانيش نسمع روحي، يعني ندير في الاوديو لهذا الفيديو تاعي والله غير ما نسمع روحي تلمو. راهي هذيك الشتا الله يبارك تصب خيط من السما، كما مداريه نقول لكم ربي ان شاء الله يعطينا خير. ها هذا ما كان هنا تاني نقولوا دائما، نزيد نقول الناس اللي راهي تعاني هكذا في الشتا، نقول لهم ان شاء الله ربي يكون معاكم، قلوبنا معاكم، رانا معاكم بالدعوات حتى ولا ما باليد حيله، ما نقدروش نديروا لكم هكذا يا حاجه ولا نعاونوكم، ولكن كونوا متاكدين باللي قلبنا راهو معاكم ورانا ندعو لكم دعوه الخير. اليوم خياتي راح نشارككم كيك هكذا، ميني كيك بهذا لاباري، بهذا الجزء اللي ركبته داخل البانينوز اللي يجي الشكل تاعو بزاف بزاف شباب، نقدروا نمدوه حتى كلوم جالو وليداتنا نديروا لهم زوج حبات ولا ثلاثه. يعني حبيت نوه برك هكذا كي نمدوا لهم جات تاوعنا لولادنا الا قدرنا هكذايا كان في مقدورنا، وزدنا حاجه ولا زوج حاجات للدراري هذوك اللي شغل ما يجيبوش الحاجه معاهم، نعودوا ولادنا نقولوا لهم واش علي حتى ولا كليتو نتوما تقدروا تمدوا للاصدقاء تاعكم هذوك اللي ما جابوش لهم جات نيت يتعلموا يتشاركوا الحاجات تاعهم. المهم خياتي من بعد نشاركوا الوصفه كما قلت لكم، وهنايا راهو الروتين تاعي، راني بديت نخمل يعني في هذوك المعنات تاعي. كما قلت لكم هذا الروتين كان مصور وحبيت نشاركه معاكم. هنا كما راكم تشوفوا هذاك السيرفيس خياتي اللي سقسيتوني عليه بزاف بزاف وقلتوا لي نوال شحال شريتيه منين شريتيه، هذا ما شريتوش سيرفيس طابل كامل كما سبقت وقلت لكم، شريته هكذا بلا بياس، معناتها هذوك الطواجن شريتهم وحدهم، هذوك الطواجن الا ما خفتش نكتب يا 25 الف الواحد يا 30 الف للواحد، والطباسه كل واحد والسومه تاعو، ولكن ماشي من هذوك الغاليين، عندهم كما قلت لكم سنوات ما راهمش اصلا متوفرين. اخوات بزاف على بالي يحبوه، صدقوني لو كان نصيب هكذا سيرفيس باللون الاصفر راني رايحه نوريه لخواتاتي وتاني رايحه نقترحه عليكم، ولكن هذا عنده سنوات من اللي شريته ما راهوش رايح يكون موجود. المهم نخدم هذوك الشغالات تاعي كما نقدر نقول لكم، نفاقدوا هذيك البطاطا تاع السكر، البطاطا تاع القهوه الى تتغسل نغسلوها دائما. يعني انا درت هذيك البطاطا تاع السكر فوق البوطاجي، هذوك البلارات البيوضه اللي انتبهتوا لهم درت فيهم هذاك السكر، لكن كي كان هكذاك الحال سخون خطر على خطر نصيب النمله هذيك تبع لنا الكو تاع السكر ولا ريحه السكر. ايا قلت ندير فيها هذه البطاطا تغلق مليح مليح، وهذيك درت فيها حاجه واحده اخرى. من جهه ثانيه حبيت نشارككم هاد لي سيت دي طابل اللي راكم تشوفوا فيهم، عندي منهم اشكال وانواع، يعني خير واختار، وكاين اللي مديت منهم بزاف بزاف وقعدوا لي هادو، ما دايرت لهم هاد القجر ديالي، يعني الله يبارك هاد القجر فيه البروفوندور، يعني راهو غامق يرفد لي حاجات بزاف، مروليتهم كل اشكال ولا كل انواع اللي نقدر نروليهم مع بعضهم، دايرتهم هكذايا باش ما يتكرفسوليش، ودايرت لهم لاستيك عندي من تحت هذوك لي سات، يعني هذوك اللي جايين شغل يشدوا كامل الطابله، ماشي السات، الشومان دو طابل هذاك اللي يجي طويل، هذوك مروليه واحد في واحد، عندي هذو تاع الحلفه وعندي هذوك المدورين، عندي يعني اشكال بزاف. هنا الفكره نضموهم دائما في بلاصه واحده حتى كي نجبدهم هكذايا راهم عندهم المكان تاعهم المناسب باش نستعملهم. كما راكم تشوفوا دايرت لهم
قجر خاص بهم، خملتهم، مسحت هذاك القجر وراني مهنيه منه. من جهه ثانيه عندي هاد السلل، سله واحده دايرتها للطابليات تاع الشغل، وسله الاخرى دايرتها كما مداري نقول لكم هذوك الطراش اللي نغطوا بهم الطعام ولا نغطوا بهم المطلوح. كما قلت لكم ماشي شرط حاجه تتباع الملايين، سله ب 10000 وحنا رونجينا الامور تاعنا ونظمنا كامل امورنا. المهم شغل انا باش نبدا نطيب ولا لازم نحب نشوف هكذايا الكوزينه تاعي منظمه. خياتي هنا حبيت نشارك معكم للاخوات اللي يحبوا القهوه ولا لرجالهم يحبوا القهوه، هاد الكافيتير تاع القهوه الماركه تاع سوناشي صراحه واحد الكافيتير معجبه هايله. فيها خياتي نقدروا نديروا بها ثلاث انواع تاع القهوه، عندنا زوج انواع تاع لي كابسول هذوك، وعندنا القهوه تاع التلقام يعني القهوه اليوميه. كما بديت لكم الفيديو تخرجها لنا رغوة، ما نحكي لكمش كيفاش تخرج هذيك القهوة، ريحتها منين تقولي تاع القهوة جي يعني خرجت هكذاك بالرغوة، خرجت ما شاء الله. شوفوا خياتي الاستعمال تاعها شحال ساهل كيما راكو تشوفوا فيها، يعني تركبوا هذوك القطعات شغل فيها هكذاك اللي راية يتزرزحوا بكل سهولة. عندنا هذه القطعة اللي جاية من تحتها سواء قطرة قهوة ولا راهي رايحة تقطرتم، عندنا هاد الغيزيرفوار ولا اللي نعمروا فيه الماء من اللور تعمروا نتوما شحال راكو حابين، وعندنا هذوك لي بوطون منين نشعلوه ونطفيوه كيما راكو تشوفوا طلعوا هذاك الشغل البواني وتعمروا القهوه الكميه اللي راكو حابينها، يعني تقدروا تلقموا كيما راكو حابينها. اللي كاني رعشت كامل دفقتها هذيك القهوه ونديرها هكذا نضغطلها بهاد يعني هذا نعمروا به القهوه، والجهه الثانيه نضغطوا بها باش شغل لبزوها مليح، راهي رايحه تجينا هكذاك شغل بريسيه والكود تاعها كيما قلت لكم يجي خياتي من اروع ما يكون. هاد الكافيتير تاع سوناشي اللي راكو تشوفوا فيها السعر تاعها يدير 2,190,000 صراحة، كافيتير ممتازة ولعشاق القهوة راهم رايحين يستعملوها هاد الكافيتير يوميا، وراهي رايحة تعوض لهم هذيك القهوة تاع القهواجي. شوفوا كيفاش تجيب الرغوة الله يبارك، تجي من أروع ما يكون. هاد الكافيتير متوفرة عند لاكازا دالجيري، التوصيل تاعها مجاني لغاية باب المنزل والدفع عند الاستلام كما راكو تشوفوا. النيميرو تليفون خارج لكم على الشاشة، فيها لا غارونتي هاد الكافيتير عامين، والمعلومات تاع لا كازا دالجيري رايحه نخليهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. مكملين كما قلت لكم مع الشموسي ونهار الشباب هذايا اللي راهو الشمس فيه ما شاء الله الحال صاحي. انا كي نقول لكم هبلت هبلت ما خليت حتى حاجه، شغل نجبد هكذايا وندير داخل الماشينه نغسل، غسلت هذوك الحوايج، ومن جهه ثانيه هذوك الحوايج اللي كانوا منشورين في الساشلانش كركرتهم هكذاك للهيك في السطح، قلت خلي يكملوا هكذا يسخنوا باش كي نطبقهم على خطره. هيا غسلت هذوك الحويجات ونشرتهم راهم يتشمسوا، شوفوا الحال كيفاش راهو داوي ما شاء الله. هيا قلت نجوز ندير الفطور تاعي. هنا حبيت ندير خياتي شويه تاع المقارون، حبيت نديرو في هاد الكسكسيغ اللي كنت سبقت وشاركتها معاكم، هادي هي تاع الاينوكس اللي فيها سباغيتيغ او ميم طون كسكسيغ، هادي اللي فيها 4 لترات ودير 850,000 كيما قلت لكم ديك الخطره راهي متوفره عند لاكازا دالجيري ب 4 لترات وب 8 او ب 6 لترات، يعني اللي حبت تقتنيها راهي رايحه تطلب هذا المنتوج. انا منا تاني قلت نزيد نطيب شويه بصل وطوماطيش نوجدهم، حبيت ندير حبيبات تاع المحاجب بصح ماشي اليوم، قلت خلي نطيبو اليوم مع هكذا راني درتو في وسط شغلي، وغدوه ان شاء الله نعجن نغير هذيك العجينه وندير الحبيبات تاع المحاجب حيجيني ساهل ماهل. درت في المقلة تاعي كيما راكو تشوفوا شويه تاع الزيت وحكمت الاشواغ، رحيت فيه هذاك البصل، يعني تقدروا تقطعوه بيديكم، تقدروا تسهلوا على روحكم وتستعملوا الاشواغ راهم مصنوعين لهذا الشيء حينقصوا علينا هذاك تكسر الراس. زدت رحيت زوج حبيبات تاع الطوماطيش، شويه ملح، شويه فلفل كحل، درت شويه تاع القزبر وشويه تاع راس الحانوت ورشه تاع السكر هكذايا باش الا كانت كاينه حموضه ولا هذيك المروريه اختارت البصل يجينا في هذاك لاغيير كو ماهوش مستحب، كي نديرو هذيك المغرفه تاع السكر حاجه باينه حيجينا هكذايا يجينا مليح. ديروا شويه تاع الحار وشويه تاع فلفل عكري وحاجه باينه شويه طماطيش مصبره، تقليو كلش مليح مليح يعني تغطيو عليه وتخلوه حتى يطيب وينشف كامل من الماء تاعو. هذاك البصل تاع المحاجب ما يحبش هذاك شغل فيه المرقه ولا كيما نقولوا حنايا هذاك الشرورو تاع الماء، ماذا بينا يكون ناشف نخلوه ما نقولوش ثاني هذيك النار ما راهوش اللحم شارف، نخلوه يطيب في هذيك النار المعتدله حتى ينشف. انا هنا ندوزن هذيك الطنجره تاعي تاع المقارون، حنديرو بلا لحم بلا دجاج بلا والو،
درت شويه زيت شويه طماطيش، وعندي سنين تاع الثوم ما درستهمش، جوزتهم غير هكذا في سكرفاج. درت هنا هذو اللي راكم تشوفوا فيهم اعشاب عطريه كيما مداري نقول لكم، يصلحوا للبيتزا ويصلحوا ثاني لي بات. هما لا شريو هكذا يا شكي ولا وخلوها في الدار، كان يتباعوا يعني قرع وتقدروا تشرو ثاني بالميزان. درت كيما قلت لكم شويه ملح شويه فلفل كحل وشويه توم شويه عكري وشويه حار وشويه طماطيش مصبره، اعشاب عطريه انا درت، واللي ما عندوش يقدر يدير ثاني رند وزعتر، انا ما عنديش هذاك الرند دوك حتى نزيد نشري ربيطه. وزيدوا شويه حار وشويه طماطيش، سخنت هنا شويه تاع الماء وجست قليت هذاك هذيك الدرسات تاعي، درت لها هنايا كوب هذاك تاع المرق ذوق دجاج، قلت باش هكذايا يطيلوا بالماء، على بالي اخوات بزاف ما يحبوش يطيبوا به، ولكن كيما في حتى حاجه ما حبيتوش يجي هكذاك ما فيهش هذاك الكو، قلت هذاك المكعب تاع المرق اكيد راهو رايح يطيلوا بالماء مليحه. من جهه ثانيه هذيك السباغيتيغ تاعي راهي الماء اللي فيها غلا، رميت هذاك الباكي تاع المقارون وخليته يطيب. فاش مليحه خياتي هاد الكسكسيغ وهي سباغيتيغ، نقدروا نديروها قدره وكسكاس، ونقدروا ثاني نغليو فيها هكذا المقارون كما راكم تشوفوا، صراحه ممتازه. انا من القطاع اللي يعني في الكوزينه اللي حسيتها ضروريه وبزاف بزاف شابه، حتى اني ما تلصق ما والو. شوفوا خياتي يعني غلا هذاك المقارون بلا ما لصق وفرغته بكل سهوله. رميت هذيك هذاك المقارون بعد ما شللته بشويه تاع الماء بارد، رميته داخل هذيك المرقه، حاجه باينه ما نديروش كميه كبيره تاع المرقه. وهذاك المقارون من جهه ثانيه ما نخلوش حتى يخرجوا عينيه ويتعجن كامل. شوفوا كيفاش يجي، صراحه جا شويه حار هكذا، جا من اروع ما يكون يعني. والله ما تقولي طيب باللحم غير تقولي راهو فيه هكذا يا لحم يا فيونداشي. من الفوق زدت له هكذا شويه تاع الفخوماج وزينته بهذيك الورقه تاع المعدنوس، رشيت عليه هاد الاعشاب العطريه اللي يطولوا بزاف بزاف ذوق بنين. ونقول لكم شهيدكم في الجنه، راني سلكت يعني هكذايا الفطور تاعي ودرت هاد الباكي تاع المقارون وكليناه بالصحه والراحه. مكملين خياتي في المحتوى تاع الفيديو تاعنا، وهنا حبيت نوري لكم هاد الطناجر اللي الماركه تاعهم تاع هازفر، هاد الماركه التركيه يعني. كنت سبقت وريتهم لكم هاد الطناجر عندي مده اللي شاركت الاخوات بهم، هاد الطناجر اللي بزاف بزاف شابين، الاينوكس تاعهم 18 للاخوات اللي ما يحبوش حاجه حمراء وحاجه كحله، ولو اني انا من نوع تاع نسا اللي نحب هاد الاينوكس ونحب تانيت الطناجر هكذا يكون فيهم لون يعطوا بزاف بزاف حياه. الدرية تاع طناجر خياتي دير 1,590,000 والتوصيل مجاني لغاية باب المنزل والدفع عند الاستلام. أكيد راكو رايحين تلقاوهم عند لاكازا دالجيغي اللي راهي دايما توفر لكم المنتوجات الممتازة. هنا راهي لالا مروة حاشاكم وحاشا قدركم تجوز في هذاك النشاف، وأنايا مسحت كامل هاد يعني القدور تاعي وطناجر يعني كنصيحة. الإينوكس تاعنا باش يقعد محافظ على حالو لازم يتمسح سيغ بلاص باش يقعد هكذا كيبري، يتمسح يعني بتشليق لي ما يتلقناش هكذاك تخش. هنا نجوزو نوجدو حاجة خفيفة ظريفة هكذايا للقهوة، أنا رايحين نديرو هادوك لي ميني كيك اللي حنديرهم في لاباري بهذاك الجزء اللي وريته لكم مقبل. شوفوا خياتي واش عندي هنايا، عندي زوج حبات تاع ولاد الدجاج، عندي باكي تاع لا ليفور، عندي باطا تاع السكر، باطا تاع الياغورت، عندي زوج بايط تاع الفارينا، عندي مغرفه ونص تاع لا مايزينا، وعندي هاد المركز تاع البرتقال اللي كنا خدمناه كيف كيف. اللي ما عندهاش دير قشور القارص، قشور تشينا، دير الفاني. خديت هذوك الزوج بيضات، قرصه تاع الملح، ودرت خياتي هذيك الباطا تاع السكر يعني كيلت بالباطا تاع الياغورت هكذايا، نخلطهم شويه بالباتور. شوفوا هنا صراحه خياتي والله العظيم غير هذا الباتور من اروع ما يكون. شوفوا انا درته دقيقه خلط لي يعني، استعملته خاصه كي اللي تحب دير الموسكوتشو ولا هكذايا جينواز، ولا دايما يحب لها هذاك الباتور اللي يكون مليح. صراحه هذا الباتور يخلط هايل، شوفوا كيفاش رجع لي هذاك القوام تاع العجين يعني السكر وهذاك البيض في دقيقه يعني، ما خديتش هذاك الوقت الطويل وراهو تاني تطلعوا لي تري تري بيان. هاد الباتور خياتي راهو متوفر عند لاكازا دالجيغي، يدير 400,000 فقط والتوصيل حسب كل ولايه. وهنا بعد ما تخلط لي هذاك البيض والسكر مليح، حطيت هذيك الباطا تاع السكر تاع الزيت عفوا، نديروها بالتدريج يعني ما نكبوهاش على خطره، نفرغوا هكذايا برك بالقطيره حتى شغل يتخلط لنا كامل مليح. يعني تقدروا ديروا هذيك الزيت قبل ما ديروا
قبل ما ديروا البطاطا تاع الياغورت، وتقدروا تاني ديروا الياغورت كيما درت انا وتزيدوا الزيت. هو الصح في البيض والسكر كي تخلطوا مليح مليح. المهم كيما راكم تشوفوا هنايا، زدت هذاك الباكي تاع خميره الحلويات، وزدت هنايا مغرفه ونص تاع المايزينا اللي حتعطينا خفه، وهشاشه لهذاك الميني كيك تاعنا. زدت هنا هذاك المركز تاع البرتقال، ونزيد تاني تنخلط شويه شويه حتى يطلع لي هكذايا مليح مليح. من بعدها عندي زوج بايض تاع الفرينه، هذه الاولانيه، ونزيد تاني نحط البطاطا الثانيه. شوفوا كي درنا هذاك المركز تاع البرتقال خياتي، كيفاش جانا هذاك اللون تاع الكيك تاعنا رايح هكذايا للاورانج. صراحه اللون تاعو بزاف بزاف شباب، وفيه واحد الريحه من اروع ما يكون. هنايا شتو القوام تاع العجين تاعي كيفاش كان وكيفاش جا. نجوز لهاد البانينوس تاعي، هاد القطع اللي حنطيب فيها هاد لي ميني كيك، نقدروا حتى نمدوهم كيما قلت لكم مقبل، كانوا مجالوا وليداتنا نديروا لهم زوج ولا ثلاثه داخل هذيك العلبه تاعهم، راهم رايحين ياكلوا حاجات طيبه في الدار ويكونوا صحيين. هاوليك حكمت هكذا المغرفه، وندير يعني ما نعمرهاش هكذايا حتى للفم، نقدروا نقولوا نديروا هكذاك ثلاث ارباع يعني تاع هاد المول، نخلو شويه باسكو الحبه راهي رايحه تتنفس باش ما تخرجناش على برا، والشكل تاعهم يجي شباب. بعد ما عمرناهم كامل نغلقها، يعني ما راهوش رايح يشد كامل في الطياب، صدقوني تاع دخله وخرجه راكو رايحين تتحصلوا على هاد الموسكوتشو اللي جاي اسفنجي، ولا ميني كيك اللي جاي هكذا اسفنجي. صراحه يجي من اروع ما يكون، يجي هايل، وحتى دراري كيشوفوا هكذا الاشكال هادو الصغار حيحبوا ياكلوا لنا هذيك الحاجه. هنا شوفوا الحبيبه تاعي كيفاش جات خياتي، يجي اللون تاعها نتوما تتحكموا فيه، حبيتوها هكذايا دوغي ديروها دوغي، حبيتوها حمراء تحمروها، حبيتوها صفراء، يعني هذا الطياب نتوما تتحكموا فيه. شدوا هكذا كيغدون باش يسهل لكم العمليه، وتبداو تنحيوا هذوك الحبيبات تاعكم بكل سهوله. كيما قلت لكم برك دهنوهم بشويه تاع الزيت وحطيبوهم ساهلين ماهلين. هذا البانينوس كيما قلت لكم حندير لكم بها بزاف بزاف وصفات، راني درت لكم دوكاتيك تقدروا تقولوا زوج ثلاثة وصفات بها، ان شاء الله نزيد نكمل لكم الوصفات الباقية. هاد البانينوز اللي عجبتها دير 950 ألف، متوفرة عند لاكازا دالجيري خياتي، والتوصيل للعاصمة كما قلت لكم 40 ألف، والكامل الولايات 60 ألف. كما قلت لكم خياتي هاوليك الشكل النهائي تاع الميني كيك تاعنا اللي درناهم. حبيت حتى نزيد نوري لكم الحبيبات تاع الجوزه اللي طيبتو بهم ولي كوفخو هادو، يعني رانا كل يوم نشاركوا وصفات بهذا البانينوس. كما قلت لكم اللي عندها راهي تستفاد من الوصفات، واللي ما عندهاش وحبت تقتني المنتوج راهي رايحه تقتنيه وتاني تدير به هاد الوصفات. خياتي كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، كانوا هادو هما الوصفات المقترحه، وصفات خفاف ظرف روتيننا اليومي، يعني شغالات وطيابات والحاجات اللي نديروهم يوميا. نتلاقاو ان شاء الله في محتوى جديد وفي فيديو جديد بحول الله. منا لذاك النهار واش نقول لكم خياتي، نقول لكم ربي يحفظكم وربي يستركم، نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم، وتبقاو على خير وجه الخير، دمتم وفيات.